السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل اي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما جديد في القناة. وزارة الكهرباء تستحصل موافقة وزير المالية لتوفير رواتب العقود. اعلنت وزارة الكهرباء عن استحصال موافقة وزارة المالية عن توفير رواتب الاجراء والعقود لشهري تشرين الثاني وكانون الاول. وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى في تصريح ان الوزارة استحصلت موافقة وزارة المالية على توفير رواتب الاجراء والعقود لشهري تشرين الثاني وكانون الاول، لافتا إلى أن الكهرباء وفرت قوائم بأسماء الأجراء والعقود لغرض صرف رواتبهم. وأضاف بأن وزير المالية أوعز لدائرة الموازنة والمحاسبة بالوزارة لغرض التهيئة لصرف الرواتب، وشهدت عدد من المحافظات تظاهرات من الأجراء والعقود للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.